يعني مثلا مودست، سامسون، مابولولو، يعني انا دول بفتكرهم دلوقتي محترفين، او فراوده يعني اجانب موجودين في الدوري المصري، جزيري مثلا، رايك فيهم ايه؟ بص انا احب نوعيه وسام ابو علي وسام ابو طبعا. علي، احب نوعيه وسام ابو علي قوي، ايوه، بتشوف يعني هو الافضل فيهم كلهم؟ هو من اول ماتش الناس قالوا لا ده سهل، اي حد يجيب جون سهل، لا هو مهاجم اللي هو الجول ده، اللي هو الماتش ده اللي قدام ده، اول جول هو جابه بالظبط في كده. الدوري. الناس قال لك ده لعب ماتش سهل، لا لا هو مهاجم اول حاجه عنده. انا بحب المهاجم اللي بيعرف يتحرك والمهاجم اللي بيعرف يفنش، ايوه، هو عنده عنده الاثنين الاثنين، كويسين قوي، صح بيعرف صح يتحرك وبيعرف يفنش. مابولولو بيعرف يفنش كويس قوي، ايوه، يعني مابولولو الفينش بتاعه عالمي، انا اتمرنت معاه في الاتحاد فتره، بجد والله. الفينش بتاعه على الجون رهيب، يعني عنده حته الفينش. هو ممكن مابولولو اهدى شويه وسام متحرك اكتر، لكن مابولولو لو الكره جت تحت رجله هيعرف يجيبها جون. ايوه، لكن انا بيعجبني اكتر نوعيه وسام، وسام، متحرك، وسام الستايل بتاعك انت اللي هو التحرك، مشاغب مشاغب. مشاغب. انا احب المهاجم اللي انت طول الوقت حاسس بيه، ايوه، مش مهم يجيب، يعني مش مهم ممكن ما يجيبش جول، بس طول الوقت انت في الملعب حاسس بيه، صح، حاسس ان في في حد، فرق كده. حاسس ان في حد مشاغب بيفرق. بيعمل حاجه. انما طول الماتش المهاجم ساكت وبعدين جاب جول. كنت بتقول لي انت على الاستلامه بتاعت وسام في الجول الاخير اللي هو بتاع رضا سليم في الماتش بتاع الاتحاد، ان الاستلامه دي استلامت يعني فروت جامد. طبعا طبعا بيستلم كويس قوي وبيفنش كويس، كرة تحت رجله، اي رجله قوية ومظبوطة. وبعدين برضو برضو بيلعب بتباو كويس، فهو لا هو مهاجم، انا شايف هو لسه ما لعبش كتير، ما عملش حاجة، الناس ما شافتوش كويس، لكن انا رأيي ان هو مهاجم، مهاجم كويس. تقول عليه مهاجم. ايوه، نطلع لفاصل اهو. دي الكوره اللي احنا بنتكلم عليها، ده الجول بتاع رضا سليم بتاع رضا في سليم الاتحاد. قبليها بقى الاستلامه، يعني حتى في زاويه مبينه قوي ازاي هو خرج المدافع من اللعب تماما، يعني باين هنا قوي. بص، هو محدش توقع خالص ان هو هيلف اللفه دي بالشكل ده بالاستلامه دي. هي اللي انا كنت بقول لك عليها من شويه، ازاي تستلم في المساحه اللي ينفع استلم فيها، صح وانا مش على يميني وخلاص، يعني انا راجل بلعب برجلي اليمين، مش هعدل الكره على يميني واخبط في المدافع اللي جاي، لا اي هو بيستلم على المكان بالطريقه اللي ينفع يستلم بيها، صحيح وهي دي الكوره. صح نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا.